ليس اللاعبين فقط، 24 لحظات كوميدية بين المدربين. شاهد ما فعله جوزيه مورينيو. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم. اللحظات الطريفة واللحظات المضحكة لا تقتصر على اللاعبين فقط في الملعب ولا على الجماهير، بل وأيضا على مدربي الفرق. وفي هذا الفيديو سنشاهد بعضا من اللحظات الكوميدية والرائعة بين المدربين. لنبدأ. هنا هذا المدرب يعبر عن أسفه من ضياع تلك الهجمة وكأنه سيغمى عليه، لكنه في النهاية يستيقظ قبل أن يقع. هنا بيب غوارديولا أوقع كأس الدوري بطريقة غريبة ومضحكة، شاهدوا كاد أن يقع على وجهه. هنا بيب غوارديولا يقوم بعمل تمرينات للعضلات عند فرانك ريبيري بطريقة غريبة ومضحكة أيضا. هنا كوادرادو يحتفلون مع المدرب ماسيميليانو أليغري بالتتويج بالبطولة ويرشون الثلج فوق رأسه. هنا هذا المدرب كسر يد الرجل الذي يسلم عليه، شاهدوا ماذا فعل. هنا في هذه المباراة وبعد تدخل اللاعب أتت الكرة لهذا المدرب الذي حاول إرجاعها، لكنه سقط على الأرض فجلس بطريقة معتدلة يقوم بإعدال جلسته. هنا سبيشل وان يدخل إلى المباراة ويقوم بعرقلة اللاعب فيقومون بالضحك عليه، موقف غريب وطريف حقا، لأول مرة يفعل هكذا هذا المدرب. هنا كريستيانو رونالدو يحتفل بالهدف وبطريقته المعتادة، وكارلو أنشيلوتي يحاول تقليد الاحتفال. هنا بعد أن اصطدم اللاعب ووقع عرضا، اصطدم في المدرب وأوقعه بطريقة قوية. وهنا أيضا مدرب إشبيليا يقوم ربما يحاول إنعاش نفسه، لكن يأتي ليسلم على اللاعب فيرفض اللاعب ذلك. هنا هذا المدرب لا يعرف ماذا يفعل. هنا مدرب البرازيل غاضب، ها قد انفجر. هنا هذا المدرب أتى لمقعد البدلاء لكنه تزحلق ووقع على الأرض بطريقة مضحكة. هنا يحتفل لاعبي فريق ليفربول بهذا الهدف، لكن يورجن كلوب يحاول تقليدهم هنا فشاهدوا حركاته الرائعة وهذا الطفل أيضا. هنا فرانك ريبيري وزميله في فريق بايرن ميونخ قاموا بالمزاح مع مدربهم فأوقعوه أرضا بطريقة مضحكة ومسلية. هنا هذا اللاعب يضع إشارة الأرنب على رأس المدرب السير أليكسن فيرغسون وهو طبعا غير منتبه، وهذا المدرب يقوم بشقلبات برأسه لكن بطريقة غريبة يعبر بها عن الاحتفال. هذا المدرب يعبر عن فرحته برقصة رائعة. هنا اللاعبين يحتفلون مع مدربهم بسكب الماء عليه وهو يقول لهم ابتعدوا من هنا، احتفال رائع لكن لماذا تسكبون الماء علي؟ وهنا قام المدرب أيضا بركل هذه الزجاجات لكنه وقع، ندب حظه لكن بطريقة أوقعته. هنا حاول هذا المدرب إعادة الكرة لهذا اللاعب لكنه سقط أرضا، وحتى يخفي ما وقع له قام بلعب الضغط. ما هذا الانتعاش؟ والآن خواكيم لوف يقوم باللعب في منطقة لكنه يقوم بالحك. هنا خواكيم لوف يلعب بأنفه بطريقة مضحكة، أتى بجانبه المساعد فحاول التوقف. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.